السلام عليكم، مرحبا فيكم بالحلقة التاسعة من تختيم لعبة Resident Evil 4 Remake. بالحلقة اللي راحت ليون وآشلي انفصلوا عن بعض في القلعة. قبل لا نكمل قربنا ان نوصل 1000 مشترك، فإذا ما انت مشترك في القناة اشترك وحط لايك للمقطع، ويلا بدون مقدمات زيادة خلونا نكمل اللعبة. روس come in. Things went to shit. We took refuge inside a castle, but I've just been separated from baby Eagle. You. Roost, you're breaking up. Do you read me? Number one? In. Chopper. Damn it. Uh-oh. Ma fi ittisal. Okay, rajana al-fasl al-thamin. Okay, yalla khalina nkammel w nshuf wish intadarna. Nice. Awadna kul al-barud illi istakhdamnah. أنا فكرتكم حيم عايشين. This is messed up. Very messed up, huh, Leon? طبعا بونا نفتح هذا الباب مقفل. ما في شيء هنا مخفى مغب. أوكي الجهة الثانية فيه. اوكي لو نزلنا هنا ببدي الهم بوم. إعادة اللهيب القرمزي. صوت الوباء يسكن اللهيب، يقود النفوس البائسة إلى الخلاص. يجب إعادة اللهيب القرمزي حتى يغمرك النور وتكتشف الطريق. اوكي لحظة بس. لحظة انها الحبيب. مات. نايس. حقوني حقوني. وين الباقي؟ تعالوا. دونات. Matadlo. Bomb. Nice. Next. Nice. انت دقيقة لا تطلق علي بالسهام جاينك. مرآة مرصعة باللؤلؤ والياقوت. نو 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 نو. افا نايس. خلاص عاد حبيبي خلاص. Not bad, right?
Alright, حصلنا النار القرمزية. نصنب خلينا نحطها ونكمل. ممتاز. لحظة. اوكي هذا الكنز موجود على اليمين. نحتاج اشلي. وهذا شورت كات لبعدين. لا ننسى بعدين لو حصلنا اش لازم نرجع هنا. نايس. ما في شيء هنا. كنز. اوكي هذه الغرفة اللي بصير فيها لقاء بعد من بعد زمن. You can stop right there, Leon. Wouldn't make me use this, would you? Well, after 6 years, that is one hell of a greeting. ما شاء الله 6 سنوات. You don't seem surprised. لقائهم بعد أحداث راكون سيتي. Try using knives next time. Better for close encounters. Not a bad move. Very smooth. So who are you working for this time? Oh, Leon. You know I don't work in town. Leave the girl. She's lost no matter what. لا يا حبيبتي. We're not leaving the girl. Walk away now. And who knows? Maybe you'll live to meet me again. And then I might get you that greeting you were looking for. You think I'm gonna give up that easy? Right. How about we continue this discussion another time? Boom. مع السلامة يا أيدا. Last person I thought I'd run to here. Mm-hmm. لا لا في واحد already هنا. ماما ميا. لحظة نحطهم كلهم الآن. هذا تحديد تدوير نشوف. اوكي هذا تدوير. لا والله ما تنفع في أي مكان هنا. لحظة هذا المفروض يكون هنا. هذا اتوقع المفروض يكون هنا. وهذا بوم. Very very nice. That should do it. That should do it يا ليون. True. Okay. ما في شيء هنا. Alright. Need to find Ashley. يلا يا أشلي. تطول لين ما تحصل أشلي. Okay. وينك؟ وين رحت؟ Christ. يا حيوان. أوتش. أعرف مكانك. أوكي هذه المرحلة الحين بيجينا مواجهة الجيجانتي المدرع. She said meeting you once was enough. نايس. طبعا في حركة يقدر يسويها وينطم. كنز؟ ما في كنز.
اوف هلا والله. ما تعادلوا اجل ها. اروح دواي قال لك. نايس. ان نذكر هاللغز هذا. اللغز مثلا يعني البوابة تقدر تفتحها، تفتح واحدة وتسكر واحدة. طبعا نحتاج ان نعبر من هذه. خلينا نركب. لحظة لحظة بس خلينا نتفاهم. خلينا نتفاهم قلت. ممكن انك تدور يا ليان ليش درت. تعال منا بس. نايس. Very nice. الباب اللي تحت انفتح. Yes. يا ضغطنا ال شو اسمه. نزلنا الدراع اللي فوق تنزل ينفتح الباب اللي تحت. اوكي. Here we go. ما تادلو. اوتش. تعال. يا حيوان انت. سمكة ثانية. بابا بوم. وضعنا في السليم مو سيء وضعنا. في كنوز هنا بس عشان لا خليهم. احنا نحتاج نروح على اليمين اذكر. تعال نروح نرجع. المكان اللي ورا نرجع له بعدين. خلينا نرجع حين ونشوف. مفتوح بس مسكر. اها في هنا مكان. اذا فتحته ترجع من مكان هنا. الحين مسكر ما نقدر نروحه. لازم تكمل من دي الجهة. هذا مفتوح. باب القمر. لحظة خلينا نقتل الحبيب اللي هنا. Not today. No? Nice. طبعا لحظة انا مسكر. لو سوينا هذا بوم ونزلنا من هالحفرة كان في صوت. لحظة نزلنا من هنا. اها لحظة انا ما استفدت اي شيء. ممكن ممكن ما فتحنا الباب خليناه مسكر. لحظة نرجع نجربها مرة ثانية. هذا لازم يكون مسكر عشان هذا مفتوح. اوكي خلينا ننزل الحين. شوف هذا مغلق هذا مفتوح. نايس. هلو في حد غيرك هنا؟ Not bad right. في كنز هنا اتوقع. وهذا الطريق اللي نكمل عليه. هذا جينا من الجهة الثانية اصلا. الجهة المغلقة. في كنز مفروض.
لحظة go back. آه عقد مزركش. مكان كله سلاسل، فأنا دائما أفكر إني أسمع. يا حيوان. أي واحد عنده درع؟ خلاص تمام التمام. اوكي الحين بيجينا العملاق. هلو العملاق المدرع اللي ما نقدر نقتله بدون مدفع. وين الكورة هنا؟ المفروض في كورة. هذا وين احنا الان؟ اوكي رجعنا المكان اللي كنا عليه. يلي استنى رجعنا هنا. اوكي هذا اول ما بدينا في كنز هنا او في منطقة جانبية. هذا مو المكان اللي نحتاج ان نروح حقه. اسمع مجسم صغير. بوم. لا هل في ايتم ما اخذته؟ لا. بصيب لا خلاص موت. هنا في مجسم ها. اوكي الحين يلا نروح نحاول ان نقتل هالعملاق المزعج. بسرعة. ناس لي يعني يلا حرك. طبعا الحين احنا لازم نرجع. اوكي نرجع من هنا. اوكي هاري فتحنا البوابة الثانية اختصار. هدي علينا. نو 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 نو. رحت فيها. اهرب. دقيقة. وين اللي في ايتم هنا؟ ما في. خلينا نروح. بوم. اوتش. الحين في اشياء شفتحنا هذا. في شخص لك علي وينك؟ هي حيوانات خلاص. الايم شوي عندي مضروب. لحظة ارجع افتح هذا الباب.
انا خايف لو نزلت ما اقدر ارجع هنا. انا ما استفدت شيء. فهمت وش السالفة. فهمت ننزل في درج من هناك. اذكر مكان في درج. ممتاز. مع صوت. اوف. خلص الصوت. راح. في كنز هنا. نايس. يبغانا نركب فوق الدرج. لحظة بس. اوه واو. ما في شيء هنا ها. بسرعة 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 يا ليون بسرعة. اوكي الحين على مفتوح. نروح من هنا. ندفع. هذا اللي نحتاجه. لا ما استفيد شيء لو نزلت. هذا المفتاح الصغير خلصنا وما عندنا مفتاح. يعني كل اللي نحتاجه ان نركب لمكان المدفع. ما شاء الله على الايم اللي عندش. رايش بالايم حقي؟ نايس صح؟ كانت تأدبي مرة ثانية. اوكي. الحين اتوقع هذا يوديني على مكان المدفع. او بيوديني نحتاج الركبة. حبة حبة. بوم. ونركب وراه. وصلنا. تعال يا حيوان انت. sit down. نايس. بوم. كده ممتاز. Alright. Open for traffic. Open for traffic. Nice. بوم برا بوم. وايش اللي خليناه؟ خليناه. Alright. طبعا بيكون هنا شورت كات. عند مكان المدفع عشان بعدين لو رجعنا وعدنا مفتاح صغير نفتح المجر بس او الدرج بس ما عندناش. في ايتمز. اوكي لازم الأعداء ما يموتوا أبدا. son of a bitch. sorry, I've had my fill of you guys. خلنا نتقدم شوي تالي أنهي الحلقة. وصلنا إلى الجانب الثاني من الحديقة. وصلنا إلى نهاية الحلقة 9 من تختيم لعبة Resident Evil 4 Remake. زي ما تشوفوا قاتلنا الجيجانتي المدرع ووصلنا إلى الحديقة اللي ضاعت فيها أشلي. أوكي قربنا نوصل 1000 مشترك. إذا ما تشترك في القناة اشترك وحط لايك للفيديو. إن شاء الله بشوفكم في الحلقة الجاية. مع السلامة.